1973 السنة الأمازيغية اللي هي بدات 950 سنة قبل الميلاد. حاولنا نجعلوا من هذه المحطة أو للمداخلة، لأن شركة مداخلة، حاولنا نجعلوا من مداخلتنا مداخلة اللي تجعل الأمازيغية مكون مجمع، مكون مقوي، مكون اللي يقدر يعطينا واحد الانطلاقة جديدة، واحد التماسك اجتماعي، واحد الاعتزاز بالقيم ديالنا، لأن ولينا تنعيشوا واحد الانسلاخ عن الذات وأحيانا سلخ الذات، لأننا نهتم بكل ما هو خارجي وبراني وكل ما هو جواني أو داخلي ديالنا ما تنهتموش به. وكانت هذه المحطة، هذه محطة اللي حاولنا نبينوا فيها أن الأمازيغ راه من ساكنة المعمور القديمة، لأن أول إنسان عاقل تم الاكتشاف دياله في شمال إفريقيا في منطقة أسفي ملاي ألاف السنين هذه، وكذلك أن الحفريات والأركيولوجيا أعطتنا بحوث كثيرة اللي أعطتنا بأن الأمازيغ آلاف السنين هادو في هذه المنطقة، عندهم حيلي، عندهم تم في الأركيولوجيا اكتشاف الأسلحة، مجموعة من الأدوات اللي تتشير على أن هناك حضارة ديال المجتمع، كان بنا حضارة كبيرة وعنده كتابة ديالو وعنده حروف ديالو وعنده لغته، وحان الوقت أنه هذا التراث الإنساني اللي خصنا نحتفظوا عليه جميع ونقويه، ونتمنى لجميع أمازيغ العالم وجميع ساكنة المعمور سنة أمازيغية بالصحة والهناء وموفور الصحة ونهاية الحروب. أزول في اللون أسقس أمينو إغودن 1973 اللي هو تاريخ أمازيغي، وهذا التاريخ هو واحد الحدث اللي كان حدث ديال الانتصار الأمازيغ على الفراعنة في شخص شيشونغ، وانتصر على رمسيس الثاني وتم اعتلاء الحكم ديال مصر لمدة 200 سنة، وبعد ذلك تم انتشار الأمازيغ على صعيد شمال إفريقيا ونصف من إفريقيا، مالي وجميع المناطق. إذن هذه المناسبة كان يعني نحتفل بها، وخصوصا بالحي المحمدي اللي انتم كتشوفوا، محاضرة للسيد صبير طاهري، وأنا كنت منشط ومنسق للمناظرة، والهدف هنا هو أن جميع المغاربة خصهم يعرفوا شكون هما، أنهم خليط، هناك مثلا أمازيغ وهناك عرب، ولكن حسب الدستور المغربي اللي كيعطي ترسيم للغة الأمازيغية إلى جانب العربية، ثم جاء يعني القانون التنظيمي ديال 2019 اللي عطى واحد الشحنة واحد الثقافة باش المغاربة يعرفوا شكون هما، وسيتم تفعيلها في جميع المؤسسات. إذن هذا هو الحدث اللي حنا كنقولوا، وكنقول لكم سنة سعيدة باللغة العربية، وأقول سنة سقس أمينو يغودان باللغة الأمازيغية وبوناني بالفرنسية. أولا كنشكركم على الحضور ديالكم في هذه الندوة هذه اللي كتدخل في احتفال الأمازيغ بالسنة الأمازيغية 1973، وكيف شفتوا حضرتوا في هذه الندوة هذه اللي قدم السيد الطاهري اللي دار واحد العرض حول السنة الأمازيغية وحول التاريخ. وحنا والحمد لله ما بعد الخطاب ديال الجدير والدستور ديال 2011 اللي عطى سيدنا الله ينصرو في الخطاب ديالو، عطى سميتو ديالو على الامازيغيه بحالها بحال العربيه لغه رسميه في البلاد. اليوم كتشوفوا الاحتفالات في الشوارع في الساحات العموميه. حنا قبل هادشي الناس كانوا كيحتفلوا غير في الزوايا وفي المساجد وفي بعض المناطق في الجنوب، ولكن اليوم كنشوفوا الاحتفال قدام البرلمان وفي الساحات العموميه كلها، وهذا تقريبا 15 يوم كلها كاين احتفالات. وكيف كنطالبوا دائما بهذا اليوم هذا يكون عطله رسميه مؤدعا، هذا هو المطلب ديالنا. الحمد لله حنا يعني الناس دابا ولاو تقريبا بحال الناس محتفلين في الشوارع، ما بقى حتى شي فرق.